بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا تشيتشات ستات. طبعا الأول برحب بزميلتي أملي، أهلا وسهلا بيكي. اهلا يا امان، واهلا بكل المشاهدين اللي متابعينا كل اسبوع على البرنامج بتاعنا شيتشات ستات. الحلقة بتاعتنا النهاردة زي ما وعدناكم هي استكمالا لحلقة الحموات بتاعت الجزء الأول، اللي هي الحلقة الخاصة ب بارت 1 اللي خلصناها، ودلوقتي طبعا هيبقى عندنا بقى بارت 2 او الجزء الثاني من حلقه الحموات. النهارده في الحلقه بتاعتنا هنديكم بقى الحلول والاساسيات اللي المفروض ان احنا نتعامل بيها مع الحموات بتوعنا، اوكي؟ ولكن في الاول بقى خلينا كده يعني بشكل اساسي برضو او بشكل عام لازم نبقى عارفين حاجه مهمه قوي، ان احنا اللي داخلين على بيت جديد يعني زي كده بالظبط اي حد بيعدي على ناس قاعدين، المفروض احنا اللي نبدأ بالسلام. يعني ايه؟ يعني لازم انا داخلة على بيت وهغير نظامه مثلا، او البيت ده استضافني وعمل الافراح ومبسوط بوجودي وكل حاجة، لازم اوضح لهم ان انا نيتي ان يكون في سلام، وان انا مش قصدي ابدا ان انا اغير عاداتهم او اغير السلوكيات اللي هم في العادة متعودين عليها. دي اول بوينت. البوينت التانية كمان لازم اراعي ان انا الشخص الاصغر سنا. الناس كلها في المجتمع بتشوف ان لازم في احترام للكبير، يعني لو في حد اصغر في السن لازم هو اللي يبادر بالاحترام. احنا كمان لو شفنا ان المجتمع بيبص للموضوع ازاي، هيبص يشوف ان لو في حد صغير غلط في الكبير هيبقى اللوم دايما على الصغير، فلازم نحط برضو البوينت دي في اعتبارنا. في كمان ان احنا لازم نحط في بالنا انه دعوة الأم يا جماعة بالنسبة للزوج أو الابن أو الابنة، يعني لو أنا متجوزة ابنها أو أنت كراجل متجوز بنتها، هتلاقي إن دايما دعوة الأم دي بتبقى شيء صعب جدا بالنسبة للابن أو الابنة المتربية. يعني لو أنت واخد حد متربي هيخاف جدا لو مامته دعت عليه بشكل سيء. إنما بالنسبة لنا إحنا كزوجات أو أزواج مش هيبقى لينا نفس التأثير. يعني لو في أم راحت وقالت لابنها روح مثلا إلهي ما تكسب ولا تربح الكلام ده، رغم انه بيبقى صعب جدا على الام انها تقولها او تنام وهي مش راضية، الابن المتربي بيحس يعني بأسى شديد قوي، بيحس انه مش قادر ينام. وطبعا احنا بنبقى عايزين حد متربي نتعامل معاه ونتواصل معاه، يا اما هيطلع عينينا مش هتبقى مامته بس، لا هيبقى هو ومامته. دي طبعا ايه مجموعة حاجات كده في المقدمة، واحنا اتفقنا ان مفيش حما بتحب انها تهد بيتها، ده كلام قلناه من الحلقة اللي فاتت، او بيت ولادها، ان هي في الاساس بتبقى كل الفكرة فكرة انها عايزة تقول انا لسه موجودة، انا مكانتي لسه محفوظة، وهي دي كل القصة. نتعامل بقى معها ازاي؟ في مجموعة من الاساسيات هنبدأ بيها مع عمل. خلينا متفقين ان طول ما انت علاقتك بحماتك علاقة كويسة يبقى علاقة زواجك علاقة ناجحة. طيب في جمل كده ما ينفعش تتقال للحم، يعني ما ينفعش مثلا تبقى هي داخلة عليكي بهدية تقومي تقولي لها انا عندي منها كتير يا طنط، متشكرة، ذوقها وحش. انت كده بتحرجيها وبتستفزيها فهتشيلها لك علشان تردها لك بشكل مختلف. بلاش تقولي لها انت حضرتك مالكيش علاقة بالتربية الحديثة يا طنط، لسه ما تعرفيهاش. ده برضو جملة مستفزة جدا، خدي منها الكلام اللي يعجبك وماشي مع حياتك، واللي مش عاجبك ما اعملي نفسك ما سمعتهوش يا ستي، الموضوع مش كبير قوي كده. بلاش تقولي لها ابنك متدلع يا طنط، ما بيشيلش كوباية الشاي من مطرحها بعد ما بيشربها، ده مش هيفيدك في حاجة. يعني دي حلي مشكلتك معاه بشكل لطيف كده من غير ما تروحي تسيحي له عند مامته. وبلاش تقولي لها لما تختلفوا انا مش هوريك العيال يا طنط. على فكره ده مش من مصلحه الولاد قبل ما يكون هي هتتضايق، يعني عشان يطلعوا اولاد اسوياء لابد انك انت هم علاقتهم بيها تبقى علاقه كويسه. كمان انا بشوف انك انت لازم تعرفي انك في يوم من الايام هتبقي حما وهتبقي ام لولد او بنت هيرتبطوا في يوم من الايام، فشوفي انت حابه تتعاملي ازاي كحما وحاولي تتعاملي معاها من نفس المنطلق ده. طبعا احنا عارفين ان عداوه الحما هو دمار للاسره، دمار للاسره بكل اطرافها، يعني سواء الحما او اسره الزوج او اسره الزوجه اللي انت داخل وواخد بنتهم.
عداوتهم مش هتجيب لك غير المشاكل، وانت كمان عداوتك لحماتك مش هتجيب لك غير المشاكل، وكمان بتأثر على الاولاد. الاولاد بيشوفوا منك سلوكيات مش المفروض انهم يشوفوها، وبالتالي ممكن يطلعوا اولاد غير اسوياء. هم كمان هيبتدوا يطبقوا نفس السلوك ده عليكي، وهيطبقوه على الناس اللي يعرفوهم في العموم، وهيقولوا طب ما انت بتعملي كده، طب ما انت عملتي كده في الموقف الفلاني. ومهما كان من تبريرات عندك، صدقيني الطفل لما بيستوعب او بيشرب حاجة منك بيجي في وقت معين وبيعكسها على المجتمع، وعلى طبعا عليكي انت اول شخصية بتتعامل معاه او اول شخص بيتعامل معاه. في كمان، انا دلوقتي لو زوجي شخصية فعلا كويسة وهو حد مراعي ربنا فيا، لازم افهم بقى الجملة دي كويس قوي، حبيب حبيبي حبيبي، يعني ايه؟ يعني انا لو لقيت ان زوجي شخص كويس ويستاهل ان انا اتنازل علشانه ومراعي ربنا فيا في كل الامور، والمشكلة الوحيدة بس هي تدخل مثلا الام او انها شوية عاملة قلق وهو راجل بيفهم وبيستوعب، يبقى خلاص في الحالة دي انا المفروض ان انا اجي على نفسي شوية في البوينت دي، واحب اهله زي ما يكونوا اهلي بالظبط. كمان اوعي تتعاملي مع حماتك بغشومية، يعني ما تجيش ترزعي فيها كلام، اوكي؟ ما يصحش ان انا مثلا الحما اللي هي قالت لي كلمة، او انا مثلا عايزة انا كمان الفت نظرها لحاجة، اقوم عاملاها بشكل فيه مواجهة، لان دي كده اسمها غشومية، ده كده شوية اسمه غباء في التعامل. لازم اخدها كده يعني ايه، كأني بتعامل مع بيبي صغير، حد كده انا بددي، زي ما انت بتددي جوزك لما تيجي تطلبي منه حاجة مثلا. نفس القصة برضو عيلة او اسرة الطرف التاني اللي انت متجوزة ابنهم او اللي انت متجوز بنتهم. بلاش الندية في التعامل، لان دي قلة اصل، يعني كل الناس هتقول عليها انها حاجة او سلوك مش كويس صادر من الصغير سواء كان راجل او ست، هتبقى بالنسبة لهم حاجة غير مقبولة اجتماعيا تماما. في حاجات تانية يا ريت تتفقي مع جوزك انه لما طنط تقول حاجه مش حلوه فيكي ما يجيش يقولها لك، لان هو ده لو حصل مش هينوبك حاجه غير انك هتشيلي منها، وبالتالي هيبقى رد فعلك دايما سلبي تجاهها، وبالتالي هيوصل لها الحاجه دي، وده هيخليها تتعامل معاكي بعنف اكتر. فاتفقي معاه من الاول كده انه لو هي اشتكت مني يا ريت ما تبلغنيش، يعني خليني اتعامل معاها بسلام عشان تبقى علاقتي باهل جوزي كلها كويسه. ما تدخليش شريك حياتك في الخلافات، يعني ايه؟ يعني ما بقاش انا مثلا حماتي عملت موقف معايا على طول اروح اجري على جوزي وهو لسه راجع كده من الشغل وتعبان وقرفان، واصلا هموم الحياه كتيره، واروح على طول اقعد اشتكي له وكل شويه اشتكي له من اهله. ده بيدي عندك صوره سلبيه جدا، والحاجات دي بتتحس حتى، يعني ممكن الطرف التاني او الاهل يحسوها فياخدوا عنك انطباع ان انت قصدك لا قدر الله ان انت تقومي، ممكن يكون قصدك ان انت عايزه المواضيع تتحل. طب امال اعمل ايه؟ انا عندي حماتي موجوده اهو، المفروض ان انا اروح اتكلم معاها باسلوب كده فيه سلاسة وفي كمان شوية خضوع، لان هي في مامتك، يعني احنا المفروض زي ما بنعامل مامتنا ونشوف ان هي مثلا قالت لي كلمة مضايقاني او حاجة، عادي اروح وبالراحة، لا مثلا انا مش عايزة مثلا ان انا ابقى اجي واقعد معاك وانا حاسة اني متضايقة، فحبيت اصرحك بانه في حاجة مضايقاني، آه والله يا طنط انت قلتي لي كذا. الحاجات دي بتأثر جدا وبتكبرك قوي عند جوزك وعند كمان حماتك. وكمان بلاش نحسس اهل الزوج بان احنا حراميه داخلين نخطف حد من عيلتهم ونجري، يعني مهم قوي ان احنا بالعكس نبادر بان احنا نقول لجوزنا او لمثلا مراتي روحي زوري اهلك، ومش ضروري كل ما تروحي تزوريهم انا لازم اكون طرف في المعادله، يعني ممكن كتير جدا اقول لجوزي انت زرت مامتك النهارده، طب اتصلت عليها طمنت عليها، طب على فكره روح اقعد يعني كده في مره اتغدى معاهم، هيشيلوها لك جدا جدا جدا، وهيحسوا ان انت مش جايه علشان تخطفيه او جايه علشان تخطفها وتفرق الاهل عن بعض. ساعات الكلام بيبقى حاجه كده جوه على صدرنا ومحتاجين نفضفض مع حد. ارجوكي ارجوكي ما تختاريش مامتك عشان تفضفضي معاها، لان مامتك اكيد هتبقى واقفه في صفك حتى لو انت اللي غلطانه، لان انت في الاول والاخر بنتها. فرجاء
ده هيسبب مشاكل كبيره جدا بين العيلتين، لان هي هتبقى شايله من الست وبالتالي هتبدا تتعامل معاها بعنف، وبالتالي ده هينعكس عليكي وعلى بيتك. حابه يعني خلاص تفضفضي ومفيش فايده، دوري على حد يكون صديق امين عندك، تحكي لها المشكله وتبقي برضو وانت بتسمعي لها يعني تحكمي عقلك كده، ما تاخديش الكلام زي ما هو كده وتروحي تطبقيه، شوفي هو فعلا مفيد لبيتك ومنطقي ولا لا. ساعات كتير قوي بنيجي على الحما في حته تحمل المسؤوليه، يعني انا بقى داخله البيت عايزه اتدلع وارمي المسؤوليه بتاعتي، ما شيلهاش ارميها على حماتي. المفروض برضو اراعي ان انا اخد بالي من النقطه دي. بالعكس، هي ساعات كمان من المفيد لينا ان احنا نوطد علاقتنا بالحما لانها ممكن تساعدنا، ولكن احط في بالي ناس الكبيره، يعني ما ينفعش ارمي عليها الحمل طول الوقت، وقت ما احتاجها وقت ما احتاجهاش هي على طول تحس ان انا ايه، لا ده انا خلاص مش مرغوب فيا. لا، مسؤوليتك انت داخله بيتك، عارفه انك بتبني اسره وعندك بيت، يبقى انت تتحملي المسؤوليه كامله من اولها كده، من بدري تبقي محدده. انا مثلا حابه ان انا راعي ولادي في النقطه دي، انا باخد بالي من مذاكرتهم، انا باخد بالي من لبسهم، من نظافتهم، باخد بالي من جوزي، كل دي عباره عن مسؤوليه بتاعت الزوجه الجديده. لما الحما هتلاقيكي واخده بالك وعامله اللي عليكي كويس قوي، هي عمرها ما هتحب اصلا انها تتدخل. ولكن برضو اراعي فكرة انه مرميش عليها المسؤولية لو انا حسيت منها بشوية رفض او بشوية احساس انها ممكن تكون في تقل عليها او ان ده بيزعجها، خصوصا ان هم ناس كبيرة، فلازم نراعي البوينت دي كمان. يعني لو في مشكلة او حاجة، هيبقى لطيف قوي لو انا كلمتها زي ما اتفقنا في التليفون، او حتى من غير مشاكل، تهادوا تحبوا. وفكرة ان انا اجيب هدية لحميتي دي فكرة حلوة جدا جدا، واستنضف مش هروح استرخص، لان برضو الستات حساسين قوي في المواضيع دي وبدقوا قوي في الحاجات دي. اروح اجيب لها هدية حلوة قوي، ممكن بمناسبة ومن غير مناسبة، ولكن ما ارهقش نفسي في المصاريف. كمان لو انا لوحدي كده رفعت سماعة التليفون عشان عايزة اطمن عليها بدون ما يكون في اي حاجة، انا بس بطمن عليك يا طنط، انا بس عايزة ان انا اعرف لو ينفع ان انت تعلمين الحكاية دي، اصل انا الموقف ده موجود عندي ومش عارفة اتصرف ازاي. الاشراك ده ولكن بحدود، يعني ما تدخليهمش في كل شيء برضو، لان ده مش كويس ومش هتتحمليه مع الوقت. الاشراك ده بحدود، والحدود اللي انت هترسميها بذكاء هيخليهم يبقوا مبسوطين منك جدا ويحبوكي جدا جدا. في معانا حاجات تانية؟ يعني يا ريت تاخدي كلام حماتك بحسن نية، مفيش داعي انك انت تاخديه بسوء نية، مش من مصلحتك يعني. وحاولي تاخدي اللي انت عايزاه ومفيد بالنسبة لك من خبرتها في حياتك واستخدميه، واللي انت شايفاه ان هو مش هيناسبك خلاص اعتبري نفسك برضو ما سمعتيهوش، ده شيء طبيعي يعني. اعتقد كده احنا الاساسيات غطيناها، لان لسه في كلام كتير جدا على فكره بقى انواع الحموات بانواع محدده والتعامل معاهم يكون ازاي. لكن قبل ما نتطرق للفكره بتاعت انواع الحموات، عايزين نقول انه مكسب انك تكون حماتك معاكي ده مكسب كبير جدا، وحاجه هتخليكي ما تقدريش ان انت يعني تعوضيها. لو خسرتيها مش هتعوضيها، ولو خسرتي اسره الزوج برده مش هتعوضيها. مكسب حماتك ممكن تقف معاكي ساعات ضد زوجك في حاله ان هي شايفه منك تصرفات حلوه كتير، ولقيت ان جوزك جه عليكي، صدقيني لو كسبتيها هتقف معاكي. كمان ممكن حماتك تكسبيها في انها تكون شخص سند ليكي وقت ما انت تكوني محتاجه حد يعاونك او يسندك. عارفين الستات الكبار دول بيبقوا معظم الوقت بيشتغلوا والله اكتر مننا احنا كمان، بيبقوا عايزين يخلوا كل حاجه بيرفكت في البيت. ممكن هي تساعدك وتكون سند ليكي لو لقيتك انت بدرتي بحاجه كويسه زي كده. الاولاد بيبقى بيئه صحيه جدا ليهم انهم يكبروا وسط عيله، بيبقوا سند ليهم، ده انا عمي فلان، ده انا عمتي فلانة بلجأ لها لما اكون محتاج كذا. التكسير في العلاقات دي بيخلي الطفل طالع
باصص على العائلات التانية قد ايه في ترابط وقد ايه في ود، وانهم بيتجمعوا مع بعض في مناسبات بشكل حلو قوي، ولكن هو عيلته لا ان مفيش سند. دي برضو كلها حاجات، وحنان بقى الجدة والجد والكلام ده كله، دي كلها ذكريات بتفضل محفورة في قلب طفلك، وهي ذكريات فعلا صحية جدا للولاد. ساعات بقى الحما بتتدخل اكتر، او احنا بنتساءل ليه الحما بتتدخل اكتر من الحما الراجل، لانه بصراحه يعني الرجاله كتير قوي بيكبروا دماغهم، واحنا الستات كلنا مش بس الحموات كلنا بنحب ندقق قوي، ساعات بنقف كده على تفاصيل الرجاله ما بيحبوش يدخلوا فيها. احنا اللي بنهتم بفكره ان احنا نلم الشمل، احنا كمان عندنا فكره الاجتماعيات اكتر من الرجاله، يعني تلاقي الست هي اللي بتظبط الاجتماعيات اكتر من الراجل، كل دي حاجات بتخلي حماتك تتدخل اكتر. طيب احنا بقى عندنا كذا نوع من الحموات هنتطرق لي. اول نوع هنتكلم على الحما الريموت كنترول، اللي هي عايزه الحاجه تمشي بالزرار اللي تدوس عليه تلاقي الحاجه قدامها تتنفذ، دي اسمها الحما الريموت كنترول، وده اول نوع. هي عايزه اوامرها تمشي، انا قلت الحاجه تتم كذا يبقى لازم تتم بالشكل الفلاني، انا طلبت منك تعملي كذا او منكم تعملوا كذا يبقى برده هتتم بالشكل الفلاني. الحما الريموت كنترول دي نتعامل معاها ازاي؟ وانا بشوف ان الحما ديت التعامل معاها لازم يكون ان مش كل كبيره وكل صغيره في تفاصيل حياتك تروحي تحكيها لها بالاتفاق مع جوزك برضو الموضوع ده. فيا ريت انك انت اللي انت عايزه تقوليه وانت عارفه ان رايها هيتماشى مع رايك روحي قوله لها من غير ما تحسسيها انك انت مخبيه عليها حاجه، لان ده هيخليها تثور وتغضب وبالتالي هتبقى حياتك كلها هناك. يا ريت بقى كمان تبقي متفقه مع جوزك على تمشوا حياتكم ازاي باختياركم انتوا الاثنين فقط، كون ان انتوا تسمعوا الاراء الاخرين ده ما يلغيش اختياراتكم انتوا الاثنين، لان انتوا الاثنين اساس العلاقه مش اي حد تاني. تمام. في بقى كمان الحما السوسه دي بقى يعني ايه قدامك بتتعامل من منطلق انك ملاك، ان هي كل الكلام الحلو بتقوله لك في وشك وبعدين من وراكي بقى تروح تولع الدنيا، ده عملت تزود، دي قصدها دي مش قصدها، وبالتالي النتيجه النهائيه ان هي بتخلي الابن او الابنه يعملوا مشاكل، وبالتالي المشاكل دي يروحوا يلجأوا لها هي عشان تحلها لهم، فده مش من الصالح الموضوع. يا ترى نتعامل معاها ازاي؟ تمام. طبعا الحما دي او الحما السوسه دي افضل نوع للتعامل معاها انك ما تبين لهاش ابدا ابدا ان انت فاهمه نواياها، وتاخديها كده بالراحه، انت خلاص فهمتي هي بتعمل ايه، وهرجع برضو واقول لك يعني خلي في حسن نيه الى ان تتاكدي ان هي قاصده انها تعمل مشكله. الحما دي بتبقى عايزه تحس بالامان طول الوقت، ان انتوا بتلجأوا لها على طول لانها بتعمل مشاكل على طول طول الوقت، علشان تروحوا تلجأوا لها او تحس انه لا ده لسه موجود في حضني. لا، في الحالة دي انت تسمعي وتعملي كده ايه زي كود للتعامل مع جوزك، انا فاهمة كذا 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 وفاهمة ان بيحصل كذا، بس مش عايزك تقول لها علشان انا مش عايزة اخسرها. برضو وضحي لجوزك حسن نيتك في انك مش عايزة تخسري المامته وانك عايزه تتعاملي معاها بشكل جيد. طب انا مش عايزه اخسرها، طب هتصرف ازاي؟ لازم انت تبقى فاهم كويس قوي ان ممكن في كلمه بتتقال تضايقك مني، لازم تلجألي تفهم مني، لازم في نفس الوقت تبقى عارف ان مش دايما كل كلام يتقال يبقى سبب في مشاكل ما بيننا. دي احسن طريقه للتعامل مع الحما السوسه. في بقى حما تانيه، نوع تاني اسمه الحما الشكاكه، دي بتشك في اي حاجه انت بتعمليها ان وراها نيه، يعني اللي هو ايه قلبت موضوع السوس عليك انت، هي شايفه ان جوز البنت او زوجة الابن دول لما يعملوا حاجه كويسه مستحيل يكونوا طيبين، هو في بشر طيبين كده؟ هو معقوله في زوجة بنت او زوج ابن يبقى طيب كده وحنين مع حماته؟ لا، هو مثلا انت طبختي له طبخه حلوه وبتعامليني كويس، الموضوع في ان انت وراكي حاجه، طب عملتي جوزك كويس شوف بقى هي هتطلب منك ايه، او ورا المعامله دي ايه بالظبط، طب انت بقى جبت هديه لبنتي، لا يبقى كده الموضوع في ان الحقي لا يكون بيخونك. دي كده الحما الشكاكه، هنتعامل ازاي معاها؟
بصي، هو المفروض انك ما توصلهاش انك انت فاهمه دماغها، يعني اعملي نفسك مش واخده بالك، ولازم يبقى التعامل كده بابتسامه بتجاهل من الموقف، لانك انت لو وقفت لها وفهمتيها ان هي اللي نيتها كده الدنيا هتقوم مش هتقعد. فده مش لطيف بالنسبه للعلاقه دي. طيب في نوع تاني هو الحما الناقده، طول الوقت ترزع كلام في وشك ما بيهمهاش، وقدام الناس مش قدام الناس، اكيد ليها حل دي يا امين. طبعا الحما الطوبه دي اللي عماله ترزع كلام، يعني انتقاداتها بتبقى لذعه جدا، وبتبقى بتقول كلام زي الزفت بصراحه، يعني ممكن قدام الناس كده تقول لك ايه الاكل الوحش ده، ايه اللبس اللي انت لابساه ده مش عاجبني، يعني تقول لك كلام سيء قوي. الحقيقه ان الحما دي الميزه اللي فيها انها طيبه قوي، يعني نواياها من جواها ظاهره قدامك، عمرها ما تيجي تتكلم وراكي يا ست، دي ما بتتكلمش من وراكي ابدا، فدي كده تأمني شرها شويه. طب اصبر نفسي على كلامها السم ده ازاي؟ احاول ان انا يعني اخد كلامها بضحك، اقلبه ضحك على طول. ايه يا طنط مثلا انت، يعني معقوله مش عاجبك لبسي؟ معقوله مش عارفه ايه؟ نكون حريصين جدا ان احنا ما نصدرش جوزنا في الموضوع، يعني ما ينفعش يقول والله مش عاجبك لبسي بس هو عاجب جوزي، انت ايه رايك؟ طبعا حاجه زي كده ماساه، لبس يا عيني ولا عارف يرضيكي ولا يرضيها، وتحط في موقف سيء جدا. اوعوا إيه تعملوا الحركه الغبيه دي. ولكن هعمل ايه؟ هضحك معاها واحاول ان انا احسسها بقيمه رايها شويه، يعني احاول اقول لها والله انا الاول هضحك واتكلم معاها واقول لها يعني لو ينفع مثلا تقولي لي حاجه بيني وبينك يا طنط، انا بحب رايك جدا بس بصراحه يكون افضل لو تقوليها لي بيني وبينك لان انا بصراحه بتحرج. دي كده طريقه حلوه واسلوب حلو ان انت توضح لها فكرتك. ولكن مع الوقت انت لو كسبتيها كصديق، الست دي هتكون سند ليكي مفيش بعد كده، لان هي ست طوبه وحقانيه، هي ما بتلفش وبتدور، ممكن تقف كده تمسك جوزك ده لو مزعلك وهي اللي تقف في صفك جدا وتوريه انه ما ينفعش تعمل معاكي بالطريقه دي. ده كده نوع الحما اللي هي الطوبه وازاي نتعامل معاها. طبعا في بقى الحما اللي هي شايفه جناها يا ما هنا يا ما هناك، اللي هي شايفه هو انت كنت تطولي تاخدي ابني؟ ده ما فيش زيه، هو انت كنت تطول بنتي؟ ده ضفرها برقبه مش عارفه 100 واحده ازاي، وكامل الاوصاف بقى، وطول الوقت صفات صفات عنه، وطبعا كلام ما فيش بعد كده، نتعامل معاها ازاي؟ والله الست دي هتتعامل معاها سهله خالص. اتفقي معاها يا ستي وقولي لها ان انت كلامك زي الفل، وهو لازم يبقى له. طب امال هيبقى ايه؟ ده من بعد تربيتك مفيش احسن من كده. فاعتقد ان يعني لما هتسمع الكلمتين دول هتهدى كده وهتبقى معاكي كويسه وهتبقي انت كسبتيها. الحقيقه احنا خلص كلامنا عن الحموات، وطبعا اخر نصيحه بس بنقولها ان الحما برضو راعي ربنا في البنت اللي بتجيلك، او راعي ربنا في الولد اللي بيجيلك، هو داخل في بيت جديد وخايف او هي داخله خايفه، طمنيها بس، ده اللي احنا محتاجينه. وتراعي فرق السن كمان، ان هي الخبره، يعني ان البنت ما عندهاش خبره بالظبط. مظبوط. بنشكركم جميعا جدا على المشاهده، وبنتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقه قادمه من تشي تشات ستات.